أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نهنئ الأخوة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، راجين الله أن يعاد عليهم باليمن والخير والبركات، وأن يعم السلام على أمتنا ويجنبها كل أعمال العنف والقتل والإرهاب التي تشهدها منطقتنا العربية، وكان آخرها الهجوم الإرهابي الدنيء على مركز مخابرات البقعة والذي أدى إلى استشهاد 5 من أبناء الوطن في اليوم الأول من الشهر الكريم، مما كان له أسوأ الأثر في نفوس الأردنيين جميعا. رحم الله شهداء الوطن وجعل مثواهم الجنة. والبداية مع العناوين. جلالة الملك يرعى احتفالات المملكة بالمئوية الأولى للثورة العربية الكبرى. المطران اللحام يرعى تخريج طلبة الأكاديمية الأردنية للموسيقى. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد القديسين قسطنطين وهيلانه. قريباً تدشين كنيسة شهداء الأردن. أهلاً بكم. عمت الأفراح جميع محافظات المملكة احتفالاً بالمئوية الأولى للثورة العربية الكبرى، 100 عام على مسيرة البناء والنهضة والإنجاز. التفاصيل في التقرير التالي. احتفالاً بمئوية الثورة العربية الكبرى التي أطلقها الشريف الحسين بن علي في عام 1916 وتزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 70، عمت الأفراح العاصمة عمان ومحافظات الأردن كافة. ورعى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني استعراض العلم واحتفالات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في ميدان الراية في باحة الديوان الملكي العامر، والتي حضرها إلى جانب جلالته صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو ولي العهد وأفراد العائلة المالكة وعدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية. وشمل العرض على مشاركة نسائية للمرة الأولى في معزوفات موسيقات القوات المسلحة وعروض عسكرية برية وجوية. وسلم جلالته راية الثورة العربية الكبرى إلى كتيبة الأمير الحسين بن عبد الله الأول أم الجيش، واستمرت الاحتفالات ليهب الأردنيون بفرح إلى حدائق الملك الحسين لاستكمال احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية في مسيرة نهضة أردنية. تضمن الاحتفال أيضاً معرضاً شامل إنجازات أردنية لعدد من القطاعات العسكرية والحكومية والخاصة التي كان لها إسهامات في بناء وتطوير مسيرة الأردن في مختلف المجالات. نورسات الأردن شاركت في الاحتفالات الوطنية والتقت عدداً من المشاركين في المسيرة والمعرض. عام بخير لجلالة سيدنا وللحكومة الأردنية ولعطوفة مدير الأمن العام على هذا الإنجاز ومناسبة الثورة العربية الكبرى والإنجازات التي تحققت من خلال 100 عام، فكل عام لجلالة سيدنا وللشعب الأردني بهذه المناسبة الطيبة. احنا منرحب فيكم في جناح فرسان الأمن العام، فبداية اسمحوا لي أنه أتقدم إلى سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أسمى آيات التهنئة والتبريك بمناسبة الاستقلال 70 سنة على استقلال المملكة الأردنية الهاشمية واحتفالات الأردن في الاحتفالات الوطنية المناسبات الوطنية منها مئوية الثورة العربية الكبرى. ولا ننسى بأنكم أنتم بجناح فرسان الأمن العام اللي تزامن تشكيلها مع تشكيل إمارة شرق الأردن عام 1921، والوحدة هاي عمرها 95 سنة الحمد لله. بحب أعيد على الشعب الأردني بمناسبة عيد الاستقلال 70 ومئوية الثورة العربية الكبرى، وكل عام وإحنا بخير. إحنا اليوم جايين نحتفل باحتفال الثورة ونحيي الملك عبد الله، وكل عام وإنتوا بخير.
نشمية نشمية طيبة العسل خوات الرجال الله 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 بعيون الأردن والمالك عبد الله 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 عليكم يا الأردنية الله الله عليكم يا الأردنية الله 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 رعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز حفلاً بمئوية الثورة العربية الكبرى نظمته المدرسة الأهلية للبنات ومدرسة المطران للبنين. وفي كلمته أمام الحضور دعا الفايز إلى إعلاء قيم المحبة والتسامح والابتعاد عن خطاب الكراهية والفتنة وتعزيز الانتماء الوطني والحرص على تماسك النسيج الاجتماعي، مؤكداً على أن بلدنا عنوان للتسامح والمحبة، فلم نعرف يوماً اللغة الطائفية، بل عشنا جميعاً أسرة واحدة، لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات. فكان الأردن دائماً وأبداً منطلقاً للحوار بين الثقافات ويعمل على تعظيم الجوامع المشتركة بين الأديان. وألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات التي أشاد فيها المتحدثون بأهمية المناسبة على قلوب الأردنيين جميعاً. وتخلل الحفلة عرض فيلم عن المدارس وآخر يحكي قصة الثورة العربية الكبرى، كما ألقيت القصائد الشعرية والأغاني الوطنية التي قدمتها جوقة مدارس الأهلية والمطران. مشاركتنا اليوم في مدرستنا المطران ومدرسة الأهلية جزء من وجودنا في هذا الوطن اللي خدمنا فيه من السنين طويلة، احتفالات المئوية للثورة العربية الكبرى وعيد الاستقلال، وإحنا جزء من هذا الاحتفال اللي منجسد فيه ثمر التطور والتعاون اللي عماله بيصير، وإحنا جزء من الرئة النابضة لهذا الوطن اللي خرجت هذه المدارس عبر 90 سنة من وجودها من سنة 1926 من رجالات ونساء هذا الوطن الغالي. موجودين هون اليوم عشان نحتفل بالذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى، لذكرى شهدائنا والناس اللي ضحوا عشان احنا نحظى بالحياة اللي هلا احنا موجودين فيها، وان شاء الله راح نقدم اغاني وطنية عن جيشنا وعن الأردن وعمان، وان شاء الله يا رب الله يديم السلام والمحبة على وطننا وعلى ناسنا ونضل عايشين بهالأمن والأمان في ظل الهاشميين بمملكتنا الحبيبة. من جهة ثانية رعى سيادة المطران ياسر العياش كلي الوقار حفل تخريج روضة الروم الكاثوليك جبل عمان وتخريج دورة أصدقاء الشرطة لطلبة المدرسة بحضور مدير عام المدارس فواز نصروين وجمع كبير من المسؤولين. ورحبت مديرة الروضة بالحضور معبرة عن فرحتها بتخريج كوكبة من بنات الوطن متسلحين بالعلم والمعرفة. وختم الاحتفال بتقديم فقرات رياضية ودبكات، ثم قام سيادة المطران العياش بتسليم الشهادات على الخريجين. رعى سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن حفل تخريج الفوج 23 من طلبة الأكاديمية الأردنية للموسيقى على مسرح كلية تيرا سانتا بحضور عميد الأكاديمية الدكتور جورج أسعد وجموع من أهالي الطلبة الخريجين. خلال رعايتي لحفل تخريج فوج من طلبة الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وجه سيادة المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن الخريجين بأن يتسلحوا بالعلم والأخلاق والإيمان، وأن يتأهبوا للدخول بمعترك الحياة ويفيدوا مجتمعهم ووطنهم بما اكتسبوه من فن وجمال وبالذات في مجال اختصاصهم، كما ناشد بالمحافظة على القيم والمثل والأخلاق التي تربى عليها مجتمعنا. العلم والأخلاق توأمان متكاملان لا ينفصلان.
أخيرا تسلحوا بالإيمان، فالإنسان العربي إنسان مؤمن، العربي المسلم والعربي المسيحي إنسان مؤمن، وأنتم عشتم منذ نعومة أظفاركم في بيئة مؤمنة. الإيمان قوة، الإيمان نور، الإيمان هداية لكم أمام صعوبة الحياة وأمام تساؤلات عمر الشباب. عميد الأكاديمية الدكتور جورج أسعد استعرض في كلمته التحديات التي استطاعت الأكاديمية تخطيها منذ عهد التأسيس وحتى الزمن الحاضر، حتى أصبحت صرحاً مميزاً على مستوى الوطن. أؤكد لكم أن أمامكم تحديات لا يمكن مواجهتها إلا بالعمل الحثيث والجهد المتواصل. فالحقيقة إن لن تخترقوا حدود تجربتكم الشخصية، وإن لن تجدوا لهفة حقيقية تمزقكم فتشعروا بألم الجهل، تأكدوا أنكم غير مستعدين للوصول إلى نعيم المعرفة. لا تدعوا أفكاركم التقليدية تقيدكم، بل استثيروا شخصكم الناقد، حركوا دوافعكم الإبداعية، انهضوا بأفكاركم التجددية ولا تقفوا عند حد. أراني أنوه بالرغبة القوية في التغيير التي نلمسها حالياً في الأردن، رغبة الانطلاق نحو الأفضل التي قطعاً ستتحقق، انطلاقاً من النظرة الثاقبة الفاحصة التي يمتلكها جلالة الملك المعظم، الذي نطلب إلى الله أن يمنحه مزيداً من الرفعة والحنكة وصولاً بالأردن إلى مكانات الشرف. وشكرا. الطالبة مرام العريمي قالت نيابة عن الخريجين إن هذه المحطة هي من أغنى المحطات في حياتنا، حيث تزود طلبة الأكاديمية بمختلف علوم المعرفة والثقافة والحياة، كما دعت في كلمتها أن يحفظ الله الأردن أرضا وشعبا وقيادة. كان الأمل يحدونا والأحلام ترافقنا والمستقبل الزاهر يراود أحلامنا، وكلنا شوق لنتزود بالمعرفة والثقافة والحياة، فالعلم حياة والثقافة حياة والأكاديمية الأردنية للموسيقى حياة. واسمحوا لي بقير النيابة يا دام عزكم ضيفا قد طالت جلسته تحت ظل شجرة تهب ثمارها ولا تسأل أجرا في بلدة طيبة يرعاه رب كريم، ضيفا قد حان موعد شد رحاله وإن عز عليه ليفارق أرضاً تعهدته علماً وعلمته عهداً. اسمحوا لي أيها الأحبة وما الكريم مرتقب من القلب شكراً ومن فؤادي فائق الود. وبعد توزيع الشهادات قدمت الفنانة غادة عباسي وسفتلانا فقرة دويتو التي جمعت بين الموسيقى الشرقية والصوت الشرقي بصوت غادة عباسي والفن الأوبرالي بصوت سفتلانا وهي مدرسة في الأكاديمية. كما أدت فرقة وجوقة الأكاديمية العديد من الفقرات الموسيقية. موطني موطني
تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين تنطلق في 21 من تموز القادم وحتى 30 فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، حيث أعلنت اللجنة العليا للمهرجان عن برنامج فعاليات الدورة التي ستلتئم في مدينة جرش الأثرية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة العليا للمهرجان عقل بلتاجي ومدير عام المهرجان محمد أبو سماقة. كما تضمن المؤتمر الإعلان كذلك عن برنامج أمسيات عمان التي ستقام ما بين الأول وحتى السادس من آب المقبل. بأجواء مليئة بالحب والخدمة لبيت الله، اجتمع أبناء رعية مرج الحمام لغسل وتحضير كنيستهم الجديدة، كنيسة شهداء الأردن، والتي سيحتفل بتدشينها قريباً. إلى المزيد. بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للكنيسة وتحضيراً لافتتاحها رسمياً، لبى أبناء رعية مرج الحمام النداء لغسل وتجهيز كنيستهم الجديدة، كنيسة شهداء الأردن. ففي عام 2007 كان الاحتفال الأول بوضع حجر الأساس وتدشين القاعة الجديدة لكنيسة شهداء الأردن في مرج الحمام، حيث كان الاسم المقترح آنذاك، وبحضور ومباركة غبطة البطريرك ميشيل صباح بطريرك اللاتين سابقاً، احتفلت رعية مرج الحمام بهذه المناسبة في ذلك الوقت. الكنيسة آنذاك لم تكن تتسع لأكثر من 120 شخصاً، ولكن بسبب الامتداد العمراني والتزايد السكاني كان لابد من الحاجة إلى توسعة فيها وإكمال العمل في القاعة، فاستمر العمل منذ ذلك الحين وبفضل أيادي الخير المحبة لبيت الله، حتى أصبحت الكنيسة قادرة على استيعاب أكثر من 700 مؤمن. الأب الدكتور حنا كلداني راعي الكنيسة ومنذ بدء العمل بالمشروع، وهو يشرف ويتابع كل شيء فيه، حدثنا في لقائنا معه عن غبطته وفرحه لما وصل إليه اليوم من إنجاز في بناء الكنيسة. شهداء الأردن في مرج الحمام بدأ العمر فيها قبل 10 سنوات، والآن في مراحل الأخيرة زيناها بالصور وبالزجاج المعشق، وإن شاء الله أول احتفال حيكون فيها ب 18/6. سيادة المطران مارون لحام حيبارك 4 صبايا من صبايانا بدخلوا في الرهبنة، في رهبنة أركديس يوسف. وحاليا ما ترونه في الصور هم أبناء رعية مرج الحمام وأصدقائهم يقوموا بتنظيف الكنيسة والجراسية والقاعة، وكل ما ترونه هو عبارة عن مساعدة من الناس، من الرعية، هي تنظف بيت الله، بيت الله والناس، لأنه كل واحد في مرج الحمام بيعتبر هاي الكنيسة بيته وجاي وأتى حتى ينظفها. طوبى للمدعوين إلى وليمة الحمل. راهبات مار يوسف واللواتي يقطن في دير صغير في ذات الكنيسة ويخدمن الرعية والمؤمنين الذين يأتون إلى بيت الله، كنا من أوائل المبادرين لغسل الكنيسة بعطاء لا محدود. يوم فرح كبير إن كليتنا مجتمعين في بيت الرب حتى نقدر ننظف هذا البيت ويكون مسكننا. العيلة كلها مجتمعية لأنه عمار بناء كنيسة، فبتمنى للجميع إنه يقدر يكمل عمار هالكنيسة، مش بس عمار الحجر وإنما بالأشخاص الموجودين فيها. شكراً لنورسات. الجميع ممن شاركوا في تحضير الكنيسة كانوا يداً بيد وبقلب واحد يملأه الحب والفرح لخدمة بيت الله. جاي أساهم بتنظيف الكنيسة اللي صرناها من شهور وزمان كتير، بتمنى أن الكل يشارك لنظف الكنيسة ونخليها أحسن كنيسة. إحنا جينا اليوم ننظف الكنيسة واجتمعنا، وفي ناس كمان من برا، يعني من برا كنيستنا إجوا وساعدونا،
ونتمنى انه الكنيسه يعني ان شاء الله تجهز باقرب وقت ممكن. ونشكر ابونا حنا كلداني، ونشكر طبعا نورسات وجميع القائمين فيها. الكنيسة ببنائها الجميل تحوي على صور العديد من القديسين والشهداء، فالأردن الذي يحتضن معمودية السيد المسيح كيف لا يخرج منه شهداء لأجل إيمانهم وقديسون في ملكوت إلههم. ما أحب مساكنك يا رب الأكوان، تشتاق وتذوب نفسي إلى ديار الرب. كنيسة شهداء الأردن تتهيأ في 18 من حزيران الجاري لأول احتفال لإعلان نذور عدد من راهبات مار يوسف. ما أحب مساكنك يا رب، أمرا واحدا طلبت من الرب وإياه فقط ألتمس، أن أقيم في بيت الرب كل أيام حياتي لأشاهد جمال الرب وأتأمل في هيكله. زارت سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة العليا لحملة البر والإحسان عدداً من المرضى الذين أجريت لهم عمليات جراحية ضمن البرنامج الطبي للحملة، حيث استفاد 31 مريضاً من مختلف مناطق المملكة ممن تعاني أسرهم أوضاعاً اقتصادية صعبة، وذلك في إطار الشراكة القائمة ما بين المستشفى التخصصي وحملة البر والإحسان منذ ما يزيد على 10 سنوات. وقالت سموها إن حملة العمليات الجراحية التي تتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الوطنية وحلول شهر رمضان المبارك تعكس أجمل صور التكافل الاجتماعي والإنساني التي تميز المجتمع الأردني والمؤسسات الوطنية المختلفة. من جانبه قال مدير عام المستشفى التخصصي الدكتور فوزي الحموري أن الشراكة ما بين المستشفى وحملة البر والإحسان تأتي تحقيقاً لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني في تعميق صور التكافل بين المؤسسات وأفراد المجتمع. يعني المستشفى التخصصي والدكتور فوزي حمور عودنا حقيقة على وقفات نبيلة مع حملة البر والإحسان، والمستشفى التخصصي من شركائنا الرئيسيين بالحملة من خلال الدور الإنساني الكبير اللي بيقوموا فيه بإجراء العمليات من كل الأنواع الكبيرة والمتوسطة، لكن كلها مهمة وكلها بتؤدي إلى فعلا تحسين نوعية صحة وحياة الإنسان والأفراد الأفراد مجتمعنا. فاليوم مثلا شفنا عمليات عديدة يعني حقيقة، وجراحينا من أفضل الجراحين اللي بالعالم خليني أقول. هذا اليوم بزيارة سمو الأميرة بسمة للإطلاع على حالات المرضى الذين تم إجراء عمليات جراحية مجانية لهم، وعددهم 31 مريض من المرضى المحتاجين من مختلف محافظات المملكة ضمن نشاطات حملة البر والإحسان. هذه الحملة التي مر على انطلاقها 25 عام، ونحن في المستشفى التخصصي كنا فخورين بأننا شركاء في هذه الحملة بتوفير أكبر عدد ممكن من العمليات الجراحية المجانية. وأيضا تشرفنا هذا اليوم بأن قامت سمو الأميرة بسمة بن طلال بافتتاح المركز التخصصي للأشعة التشخيصية الذي يعتبر إضافة نوعية لخدمات المستشفى، وقد تم إدخال تكنولوجيا طبية لأول مرة على مستوى المملكة، ومن ضمنها جهاز التصوير الطبقي المحوري 512 سلايد الذي يقوم بتصوير شرايين القلب خلال نبضة واحدة فقط. وأيضا أدخلنا جهاز الرنين المغناطيسي الصامت الذي يعطي دقة متناهية وبدون أي إزعاج للمريض. ترأس سيادة المتروبوليت فينيديكتوس القداس الإلهي احتفالاً بعيد القديسين قسطنطين وهيلانة اللذين يحتفل بعيدهما في حزيران من كل عام. إلى التفاصيل. عيد القديسين قسطنطين وهيلانة يعتبر من الأعياد المهمة في الكنيسة الأرثوذكسية،
فهما خلال سيرة حياتهما قاما ببناء وتشييد الكثير من الكنائس، وأبرزها كنيسة القيامة في القدس. وتكريما لتذكارهما تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية في كل عام بهذه المناسبة، حيث ترأس سيادة المتروبوليت فنديكتوس مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداسا إلهيا في كاتدرائية البشارة في العبدلي، عاونه فيه قدس الأيكونوموس قسطنطين كرمش وعدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور جمع من أبناء الرعية والمؤمنين. مجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة، الساكنين والموجودين في هذه المدينة. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الأبناء المحبوبون بالرب المحتفلون بعيد المعادلي الرسل، سلام وبركة ونعمة. أن تعادل الرسل أي أن تصنع صنيعهم، وما هو هذا الصنيع الذي قام الرسل بصنعه؟ أهو أمر مادي أم ماذا؟ هو ببساطة القول أنهم أحبوا الله من كل قلبهم وفكرهم وإرادتهم، فظهرت هذه المحبة في أفعالهم، فكانوا هم من اجترحوا المعجزات ونشر البشارة محبة بيسوع، وهذا هو بعينه ما صنعه القديسين والمعادلين الرسل قسطنطين وهيلانا، اللذين قاما بنشر البشارة من خلال نشر الكلمة عبر المزارات والكنائس التي حافظت على الأحداث التاريخية الخلاصية في الضمير الكنسي إلى يومنا هذا. فتعاقبت الشعوب عليها ساجدة لأنها شاهدة على العمل الخلاصي الذي قام به الرب. وبعد القداس انتقل الجميع لتدشين القاعة الجديدة للكنيسة والتي تحمل اسم القديسين قسطنطين وهيلانا، والتي ضمت أيضا استخدام نظام الطاقة الشمسية الذي اكتمل العمل به مؤخرا. ويذكر أن القديسة هيلانا وبمساعدة ابنها الملك قسطنطين قد قادت رحلة الحج إلى فلسطين والأماكن المقدسة للبحث عن الصليب المقدس، والذي وجدته هناك في موضع الجلجلة. بمناسبة مرور 172 عاماً على تأسيس جمعية الشبان المسيحية، أقيم احتفال في فروعها العالمية ومن بينها فرعها في عمان، اشتمل على فقرات فنية منوعة قدمها أعضاء شبيبة الجمعية التي تعمل على خدمة المجتمع وتطوير الشباب من خلال تنمية مواهبهم واستثمار فراغهم بطريقة تسهم في بناء شخصيتهم التي ستنعكس أيضاً على بناء المجتمع. نحن بجمعية الشبان المسيحية بنحتفل ب 172 سنة للجمعية عالميا، وبتعمل الجمعية على تطوير الشباب وخدمة المجتمع. نحن موجودين ب 119 بلد حول العالم، وهلا بهاي الفترة نحن بنحتفل بكل العالم بمناسبة ال 172 سنة لنا. نحن كشبيبة حبينا نشتغل على الثيم Give a Voice بطريقة انه نعطي الشبان الفرصة يطلعوا مواهبهم ويحكوا عن احتياجاتهم باستخدام مواهبهم. في ناس غنوا عن احتياجاتهم، في ناس رقصوا عن احتياجاتهم، فبهاي الطريقة قدرنا نحن نعطيهم الفرصة كجمعية انه نحن بنثق فيكم ونحن هون لنسمع كلامكم ونسمع لاحتياجاتكم، وهذا بالأخير نحن بنفتخر فيه، وهذا كل الواي ام سيز حول العالم عم تحاول توصل له، وإن شاء الله نحن بهاي الطريقة قدرنا نعطيهم للشبان الفرصة اللي بيحتاجوها. احتفال بيتم على مستوى العالم. قبل سنتين بلشنا الورد تشالنج بلشت قبل سنتين بأكبر عدد رميات سلة حول العالم، دخول رقم جينيس. بعديها عملنا أكبر شوتات، السنة بعديها أكبر شوتات كرة قدم برضو رقم جينيس قياسي. وهي السنة كان عنوانا Give a Voice، نورجي الواي ام سي اي منصة للشباب مشان تعبر عن نفسها، تعبر عن احتياجاتها. فكان عندنا احتفالنا هاي السنة بالواي ام سي اي، فتحنا منصة من الواي ام سي اي للشباب اللي عندنا انه يعبروا عن نفسهم عن طريق مواهبهم بالغناء والعزف ومواهب مختلفة، ويوصلوا رسالتهم ويوصلوا اصواتهم للعالم عن طريق الواي ام سي اي. I just wanna die.
إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. انطلاق فعاليات مهرجان جرش الشهر المقبل. رئيس مجلس الأعيان يدعو إلى إعلاء قيم المحبة والتسامح. الأردنيون يحتفلون بمئوية الثورة العربية الكبرى. جمعية الشبان المسيحية تحتفل ب172 عاماً على تأسيسها. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.